أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الاقتصادية لليوم 77. يستقر سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، بينما يواصل سعر جرام الذهب تذبذبه ما بين الانخفاض والارتفاع. وتفاصيل أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في هذه التغطية. تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري وسجل نحو 30.83 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع. وعن أعلى سعر سجله الدولار اليوم فهو في البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس، سجل نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع. ويعتبر بنك ميد بنك هو ثاني أعلى سعر وصل له دولار أمام الجنيه، وبلغ نحو 30.88 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع. أما في بنك الأهل ومصر فجاء أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وهو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع. وفي معظم البنوك الخاصة بلغ سعر متوسط الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع. وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب بنوك القطاع الخاص كبنك الأهلي المتحد والكويت الوطني، أبو ظبي الأول، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني، الأهلي كيو إم بي، التجارية الدولية سي آي بي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع. أما عالميا تراجع الدولار بحسب مؤشر الدولار الذي يقيس دي إكس واي مستوى الأخضر أمام 6 عملات رئيسية ليسجل 104.23 نقطة في تعاملات اليوم. وننتقل لأسعار الذهب، فيشهد الذهب تذبذب في أسعاره هذه الفترة ما بين الانخفاض والارتفاع في سعره. وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا، بيع 2663، شراء 2697، بينما سجل عيار 21 الأكثر انتشارا، بيع 2330، أما شراء 2360. وعيار 18 فسجل سعر جرام الذهب بيع 1997، أما شراء 2023. وبلغ سعر جنيه الذهب اليوم 18640 جنيه للشراء و 18880 للبيع. وسجل أيضا عيار 14 بيع 1553، أما شراء 1573. ووصل سعر كيلو الذهب بيع 2,662,857، أما شراء 2,697,143. وكانت قد تراجعت أسعار الذهب أمس السبت من مستوى 2385 جنيها للجرام من عيار 21 إلى 2360 جنيها. مشاهدينا، بذلك نكون قد عرضنا لحضراتكم تفاصيل أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك وسعر جرام الذهب بمختلف أعيرته. نتابع معكم كل جديد. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.